دكتورة منال، عايزة أسأل حضرتك على يعني شيء أنا شايفاه هام جدا، موضوع الاهتمام بتدريس الموسيقى في مدارسنا اللي كان زمان. يعني أنا الحقيقة لما بتكلم في الحكاية دي يعني يعني بينتابني الحزن، وأنا كمان لأنه هو طبعا إحنا لازم نعترف إن إحنا عندنا مشكلة في التعليم، يعني كملف كبير يعني. وبما ان طبعا في مشاكل وان شاء الله يا رب تتحل يعني، وحد يتبنى الحكايه دي بجد، يعني حصل انه زي ما تقولي تناسل النشاط المدرسي. وانا في اعتقادي انه النشاط المدرسي اهميته من اهميه الحساب والعربي والجغرافيا والتاريخ وكل ده مهم جدا كله، بس ده مهم قوي كمان لان هو ده اللي بيكون الشخصيه وما بيخليش الشخصيه جافه. يعني انا ما اخد الطالب الصغير طول الوقت احشر دماغه بمعلومات، وفي الناحيه الثانيه لا بيقدر يمارس اي هوايه. انا زمان لما كنت في مدرسه قبل ما اخش الكونسرفاتوار كانوا بيدونا تدبير منزلي، يعني بيعلمونا ازاي نعمل مربى، ازاي نزرع، ازاي حاجات كلها انسانيه، يعني حاجات مش معلومات، مش مجرد منهج دراسي جاف. طبعا كان في حجره موسيقى، ايوه، وكان في منعزف العلم. انا اول من الالات اللي انا عزفت عليها كنت بلعب اكسليفون، كنت بعرف اعزف اكسليفون كده، وكنت بيحطوني فرقه المزيكا اللي هي بنلعب فيها النشيد بتاع كل يوم بتاع الطابور. يعني مش دلوقتي بيشغلوه، احنا زمان لا، كانت الفرقه بتاعه المزيكا هي اللي بتلعب. كان في اوضه موسيقى، طبعا كان في رياضه كانت، ودي حاجه مهمه جدا جدا. كان في مجموعات تمثيل ومجموعات القاء. فالحاجات دي كلها للاسف يعني اختفت من مدارسنا. بس يعني بتهيألي دي خساره كبيره. خسارة يعني طبعاً. مدارس وفيها اطفال في النهايه طبعاً. بلا موسيقى، بلا رسم، بلا مثلا العاب، مساله جافه فعلا. ما هو معلش لا، يعني لو تسمحي اتطرق لحاجه ثانيه، انه التطرف لما جه مصر لقى ارض خصبه جدا. يعني ما يعني لا، في ارض خصبه، لكن لو كنا احنا فعلا اهتمينا جدا بالناحيه الثقافيه، أيوة، والتكوين الثقافي والفني للتلامذه، ما كانش لو كان جه حد قال له المزيكا حرام كان هيقول له جري العب. صحيح صحيح. بتقول المزيكا حرام ازاي يعني؟ انا من رايي انه وجايز اكون انا غلطانه، اتمنى انه يعني يحاولوا يرجعوا. على فكره ده في كل المدارس، حتى مش في المدارس الحكوميه، مدارس كلها حاجات النشاط في المدارس الخاصه او كده، النشاط الموسيقي والفني ده مش موجود. انا جوزي بيحكي لي انه هو كان بيلعب اكورديون، وبيلعب اكورديون حلو جدا، كان في الفرقه اللي هي بتاعه المدرسه، وهو كان في مدرسه حكوميه، مدرسه النقراشي، وكان بيروحوا في بتتعمل مسابقات على مستوى المناطق التعليميه، وكانوا بيروحوا يعزفوا في الاوبرا قبل ما تتحرق يعني. ايوه، يعني انا عزفت على مسرح الاوبرا في المسابقات اللي كانت بتتعمل من وزاره التربيه والتعليم على مستوى المناطق، وكانوا بيتنافسوا. شيء جميل يعني الحقيقه، شيء جميل جدا جدا.